طبعا الاهمال في مستشفى في المستشفيات الحكوميه في الزقازيق في الشرقيه طبعا اهمال كبير، وهو السبب الرئيسي في فيروس سي، لان النظافه مش دايمه، والنظافه مش مظبوطه. واحنا بنطالب الرئيس ان هو بنطالب الوزير وزير الصحه ان هو يهتم شويه بالمستشفيات، وينزل يشوف مستشفيات الزقازيق عامله ازاي، سواء الجامعه والاحرار او المستشفى العام، كلهم مستشفيات يعني ما ينفعش حتى الواحد يقعد فيه. بالنسبه للاهمال اللي حصل، بالنسبه للاهمال المستمر في الاهتمام المستمر اللي بيحصل في مستشفى جامعه الزقازيق، هو ده اللي ادى الى انتشار الفيروس. فاحنا بنطلب وزير الصحه ان هو ينزل ويشوف العيانين دول، ويشوف ايه المتطلبات اللي هي ممكن تاخد بايدهم للعلاج وكده، فما يكونش فيه اهمال ويكون فيه جديه في الموضوع، علشان نقدر نقلل من مش هنعالج المرض، لا نقلل من انتشار المرض ومن انتشار العدوى تاني. خاصة مستشفى الجامعة ومستشفى الأحرار، تعالوا شوفوا الإهمال اللي فيها إيه، وشوفوا الإهمال اللي فيها ده بالجلة النظافة اللي فيها بيوصل لإصابة فيروس سي. فأكبر إهمال وأكبر أمراض بتيجي من المستشفيات النفسية بتيجي من بره الشارع، مفيش تعقيم كويس، مفيش يعني اهتمام بالنظافة هناك في المستشفيات خالص.